فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو عبر الواقف بغير لفظ وقفت أو وقفت أو حبست أو سبلت، فهل يجزئ ذلك كأن يقول هذه لله وينوي الوقف؟ لا، ألفاظ الوقف محصورة، وقفت حبست سبلت، هذا اللي ورد فيها الأدلة. نعم، لكن ينعقد بالفعل أو ما تلفظ، ينعقد بالفعل، كما سمعتم أنه إذا أذن للناس يصلون فتحها يصلون في بيته وأذن لهم صار وقف بالفعل ولو لم يقف. أما الصيغة فلا بد من هذه الثلاث: حبست، وقفت، سبلت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.